وانا 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 انا 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 كل انا بنعمل موجي انا انا بتونس بيك ثلاث مرات قفل الورك على اليمين واحد اثنين ثلاثي ونرجع المنتصف بتونس بيك دم دم بالركب قصدي سوري بالكعب دم دم دائرة بالرأس ونرجع لورا الإيد اليمين على الكتف اليسار والإيد اليسار على الخصر اليمين أوكي؟ وانت معايا وخلصنا أوكي؟ خلينا نشوفها كيف بتكون اوكي بنات خلينا هلق نجرب بس الجزء الثاني اوكي بنات خلينا نجربها بعد مرة كلها اوكي؟ إذا مش جاهزين لتجربوها كلها وقفوا ورجعوا عيدوا حركات بعدين تعالوا وجربوا معي الأغنية كاملة
معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك لما تقرب انا بتونس بيك وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الرقصة وان شاء الله يا رب تكون سهلة عليكم. ممكن شوي تكون صعبة بعض الحركات بس بدي شجعكم تتعلموا الحركات، شجعكم تطلعوا شوي من دائرة الراحة تبعكم، حاولوا انكم تتحدوا نفسكم تتحدوا طاقتكم. اكيد كل بنت بتقدر تتعلم الرقص الشرقي وابدا ما تفقدوا الامل. بحبكم كثير، ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتشغلوا الجرس، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.